يعني أنا مثل الحمدان الجماعيين من منطقة ديبان. يعني بلشنا بقطاع المياه بتقريبا 2016، فتحنا محطة عن طريق صندوق التنمية والتشغيل، أخذنا قرض جماعي وفتحنا المحطة الحمد لله. والشغل الحمد لله يعني بلش، صح في معوقات وكذا، لكن الحمد لله الشغل يعني صبرنا واجتهدنا على حالنا حتى إيش طورنا شغلنا والحمد لله رب العالمين. الآن يعني نعمل في قطاع المياه محلة. أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات الأردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد نخلت حمدان. بداية أسعد مساك. أهلا وسهلا ورحمة الله يحييك. كلك زو. طبعا سيد نخلت في البداية وحضرتك صاحب محطة مياه ساجدة تحديدا في ديبان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنقطة بسيطة عن حالك. يعني أنا مثل الحمدان الجماعيين من منطقة ديبان. يعني بلشنا بقطاع المياه بتقريبا 2016، فتحنا محطة عن طريق صندوق التنمية والتشغيل، أخذنا قرض جماعي وفتحنا المحطة الحمد لله. والشغل الحمد لله يعني بلش، صح في معوقات وكذا، لكن الحمد لله الشغل يعني صبرنا واجتهدنا على حالنا حتى إيش طورنا شغلنا والحمد لله رب العالمين. الآن يعني نعمل في قطاع المياه المحلى. نعم كل التوفيق. بس احنا أكثر عن بداياتك، كيف جاتك الفكرة لتدخل في مجال المياه تنقيتها؟ والله لأني أنا شفنا أنه قطاع المياه كان قطاع جديد في المملكة الأردنية الهاشمية، يعني بلش بالألفين تقريبا وصار يعمل محطات تنقية مياه. فحاولنا احنا يعني قلنا شوف هذا سوق واعد، فحاولنا ندخل هذا المجال يعني، وفتحنا الحمد لله المحطة بسبب أنه هذا السوق يعني له مستقبل إن شاء الله، لأنه أغلب يعني 90% من سكان المملكة الأردنية الهاشمية يعني الآن يعتمدوا على المياه المحلة أو من محطات تنقية تحلية المياه في المملكة. نعم، بس عرفنا أكثر عن المحطة، شو الخدمات المقدمة عندكم، مراحل التعقيم للمياه؟ والله يعني أول ما طبعا عن طريق احنا ناخذ مياه من السلطة، سلطة المياه، نجيب مياه عن طريق التنكات فنحطها في الخزانات وتنزل على الاسطوانات للتحلية. ويعني بلش الزبون يجي مثلا علينا، اول ما يجي الزبون يعني استقبله بوجه حسن وابتسامه، ناخذ القرار يجري تعقيمها اول ما تدخل على مكنه التعقيم. نعم، ثم تنظف وتعقم وتعبى بمياه نظيفه. نتاكد طبعا في فحص يومي عندنا للمياه احنا نسويه، وفي فحص دوري كل اسبوع من مديريه صحه مأدبة، يجوا معنا لجنه ياخذوا عينات يفحصوا. بس برأيك شو صار تميزك في نجاحك عن غيرك في هذا المجال؟ والله يعني حبنا لهذا العمل، يعني حبنا لهذا المجال، يعني حبينا احنا فصرنا نبدا به يعني الحمد لله رب العالمين. يعني ما الحمد لله ما اذكر انه عمره عينه يعني اجت من مديريه صحه مأدبة بينها راسبه وكذا، لا الحمد لله كلها ناجحه. يعني تقريبا من 8 سنوات ما عندنا عينه رجعت انها مش ناجحه يعني. كيف نعبر عن اهم المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتك في هذا المجال؟ والله هي الحصول على المياه الان، يعني السلطه ما يعني تجينا 4 ساعات في اليوم في الاسبوع، 4 ساعات بس، يعني ما احنا استهلاكنا مثلا 200 متر بالشهر او 150 متر، فنضطر ان نجيب من ابار توازي. نعم، ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلاله، ماذا سوف تقول له؟ والله نود ان نشكر صاحب الجلاله على يعني ما قدم لهذا الوطن، ويعني الحابين كمان نكون يعني في اهتمام بالشباب، يعني خاصة نحن جوز راحت علينا، لكن الشباب الكذا الواعد هذا في اهتمام خلق فرص عمل، يعني جلب استثمارات لهذا للبلد، يعني الحمد لله رب العالمين. بس انت اكيد في حد ترك بصمة بحياتك وشجعك واعطاك الدافع لتوصل لهي المرحله، فادري مين بتحب توجه رساله شكر برنامجك؟ والله اوجه رساله شكر لامي، يعني هي اللي دائما تشجعني تدعي لي دائما صباح، يعني تدعي لي بالتوفيق ان شاء الله. كيف ممكن لسان المشاهدين التواصل مع محطة مياه ساجدة؟ تحكي لنا موقعكم بالتفصيل وكيف التواصل معكم؟ يعني موقعنا في ديبان الشارع الرئيسي بجانب صيدلية اليمان واسواق الخيرات، ويعني في صفحة كمان جزء على الفيس. نعم، وبنهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر الأستاذ مخلد على حسن فضولنا. على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا إذا استاذ نور، شكرا. نشكر جهودكم إن شاء الله، جهودكم مباركة وقناتكم إن شاء الله مباركة.